جلسة نيابية رقابية شهدت مساء اليوم أجواء مشحونة على خلفية بعض الأسئلة التي طرحها نواب لبعض الوزراء، والتي تحول عدد منها إلى استجوابات لعدم حصولهم على إجابات شافية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. جلسة رقابية لمجلس النواب لم تخلو من الجدل النيابي الذي تطور إلى لغط تحت القبة بين بعض النواب ووزراء. الجلسة النيابية بدأت بموافقة مجلس النواب على مذكرة نيابية تقدم بها عدد من النواب تدعو إلى عقد جلسة مناقشة عامة لبحث عقود شراء أسهم الملكية. أسئلة نيابية طرحها النواب، منها ما كان للنائب إنصاف الخولدة، والتي أشارت فيه إلى أن أحد النواب قدم 600 منحة للطلبة الذين يتبعون لمنطقته في الجنوب، وهذا ما نفاه وزير التعليم العالي الدكتور عادل طويسي. وهي ليست باسم نائب أو نواب، هي مفتوحة لكل الطلبة الخريجين من الثانوية العامة. النائب معتز أبو رمان وجه سؤالا حول مصير الطلبة الدارسين في تركيا والذين اعتصموا عدة مرات للمطالبة بحقوقهم، ليرد وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بضرورة مراجعة هؤلاء الطلبة للوزارة. ما تقدم لنا أكثر من 120-125 من ما يزيد على 400 واحد، فبدنا نطلب من الأهالي يتقدموا علينا بسرعة حتى نقدر نشوف كل حالة بحالتها بشكل مستمر. النائب ديمة طهبوب حولت سؤالها عن وجود نشاط لمركز الدراسات الإسرائيلية في المملكة إلى استجواب، وقالت إن الشركة التي نفت الحكومة وجودها تحت اسم مركز الدراسات تعمل تحت أسماء وهمية، وطالبت بضرورة معرفة مصادر تمويلها والغرض من وجودها ونشاطاتها. وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني رد على طهبوب بأن الإجابة تكون بحسب نص السؤال، والذي كان عن مركز دراسات إسرائيلي، وعند العودة لهيئة الإعلام لم تكن هنالك وثائق بهذا الاسم. أي تمويل يأتي لأي جهة أردنية يخضع للضوابط القانونية المعمول بها، وتتم الموافقة عليه من خلال الأطر القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. سؤال للنائب صداح الحباشنة تحول إلى مشهد من التوتر مع وزير الأوقاف وائل عربيات على خلفية نقل مدرسة شرعية في الكرك، وإن ذلك تم لمصلحة متنفذين، ليرد وزير الأوقاف بشكل اعتبره النائب غير لائق. زور المحافظات قاعد لي أنا من مكتبه رد علي يلا ونقول هاي جبت اللي جاب، شو اللي جاب الركيكة؟ تستطيع أخي صداح، تسمح لي بس، تستطيع أخي صداح أن تتكلم بما تشاء. طيب دكتور، أنا بعتذر عن الجلسة. دكتور صداح، أخي صداح مع التقدير خليني أجاوب. إذا تكرمت أخي صداح، إذا سمحت مع الوزير ممكن تدخل مداخلتك، بدون موعد. جلسة رقابية شهدت عددا من الأسئلة النيابية لم تشهد إجابات تشفي غليل من طرحها من النواب، ليحول جملة منها إلى استجوابات في انتظار الإجابة عنها ضمن المدة القانونية. جورج برهم، رؤية.